بأنغام النشيد الوطني يحتفى اليمنيون في المهجر بذكرى ثورة 26 سبتمبر في ذكرها 54، وتحت شعار 26 سبتمبر أبجدية النضال والحرية، أقامت مؤسسة توكل كرمان الدولية هذه الاحتفالية التي حضرها العديد من أبناء الجالية اليمنية في اسطنبول، وممثلون عن السفارة اليمنية وطلاب يمنيون وأعضاء مجلس النواب. هنا سبتمبر جمهوريتنا شرفنا ومستقبلنا. بالشرف والقدر والمستقبل الناصع وصف المحتفلون جمهوريتهم في ذكرى ثورة سبتمبر التي لم تمنعهم فصول الشتات التي يعيشونها هنا من الاحتفاء بها. قراءة تاريخية وأدبية للثورة وثوارها ودور المرأة فيها كانت جزءا من فقرات الحفل الذي احتوى على فقرات فنية. تعود ذكرى الثورة هذه المرة في ظروف سبتمبر الأولى، فالثوار في كل الجبهات يكملون مسيرة آبائهم ويثبتون جمهوريتهم. لكن أقول اليوم ما يحصل في ميادين القتال في مناطق المقاومة في تعز وفي كثير من محافظات اليمن، أعتقد أن امتداد لثورة 26 سبتمبر. اليوم الشباب المقاومة والجيش الوطني في كثير من محافظات اليمن. بالرغم من أوضاع الحرب التي تعيشها البلاد، إلا أن ثورة سبتمبر بقيت متجددة وعادت بزخم شعبي لا نظير له كموجة مضادة لمقاومة الانقلاب. الذي حصل أنه تحولت من جمهورية أو من احتفائية النخب إلى احتفائية الشارع، وهذا هو الفارق الجوهري ربما بين الاحتفالات السابقة التي كانت 10 سبتمبر والاحتفالات اليوم. أو للسبب الجوهري والمركزي اليوم هو مسألة أنه إدراك للواقع الموجود اليوم من قبل اليمنيين أنه ما قامت 26 سبتمبر إلا لهذا الواقع السيء الذي دفع بهم لاستعادة الذاكرة واستعادة سبتمبر الأولى. تبقى ثورة 26 سبتمبر الحدث الأكثر تأثيراً وحضوراً في حياة اليمنيين، وكشفت الأحداث الأخيرة التي عاشتها اليمن مدى حاجة اليمنيين لاستلهام قيم ثورة سبتمبر لاستكمال مشروع استعادة الحياة والحرية من براثن الإنقلابيين وبناء مستقبل أفضل للأجيال. شروق القاسمي لقناة بلقيس، اسطنبول.